عن آخر تقرير الذي أصدرته الشبكة السورية. يعني الآن المنظمات الحقوقية تجاوزت الحديث عن المجازر التي ترتكبها روسيا إلى المطالبة بتقويض صلاحية روسيا بحق النقد الفيتو. ما تعليقك بداية؟ في الحقيقة هو هذا أستاذ نور هو الهدف الرئيسي من التقرير. الهدف أنه تسليط الضوء على الانتهاكات والجرائم الكبرى التي ترتكب في يعني منطقة محاصرة في عدد كبير من السكان، تستهدف المشافي وأيضا تقصف بأنواع مختلفة من الأسلحة مثل الحارقة ومثل الذخائر العنقودية ومثل البراميل ومثل غيرها. هاي النقطة اللي ننطلق منها أنه نحن يكون هناك إخماد لاستخدام حق النقد الفيتو، وخاصة انه روسيا استخدمته 4 مرات بسوريا. خلينا نستذكر بشكل سريع الاربع مرات. المرة الأولى بشهر 11 2011، يعني حتى كان لسه ما صار النزاع نزاع مسلح، ومن هذيك المرة روسيا تحدثت انه المعارضة هي إرهابية وما إلى ذلك. المرة الثانية هي كانت بإشباط 2012، والمرة الثالثة بعد بشهر أو شهر ونص بأيار 2012، يعني خلال 4 أشهر فقط من شهر 11 لشهر أيار 2012 استخدمته 3 مرات. بعدين بتنط على آخر فيتو اللي هو بال 2014 بشهر أيضا، وآخر واحد هو كان للإحالة للمحكمة الجنائية الدولية، كانت السابقة اللي حتى هي تتحدث عن حل سياسي، وحتى كان الفيتو الثاني يتحدث عن حل تشاركي سوري سوري، بالرغم من ذلك أعاقته روسيا. الآن الهدف الأساسي أستاذ نور هو أنه عندما يكون هناك ارتكاب لجرائم كبيرة مثل ما عم يحصل في سوريا، أنه لا يستخدم حق النقد، لأنه هذا يؤدي إلى أنه أنت عم تدعم المجرم بشكل مباشر. نعم. طيب يعني فضل، هل هذا ممكن؟ روسيا انتقدت الأمير رعد في الأمم المتحدة لمطالبته ب يعني وقف حق الفيتو لروسيا. هل يمكن فعلا إصدار قرار ومنع روسيا من استخدام حق النقد؟ ليس روسيا، نتكلم عن حق النقد بشكل عام، وهذا يعني هي مسيرة طويلة من النضال القانوني والحقوقي. يعني في هذه المسألة يرفض استخدام هذا الحق لجميع الدول. نعم، وخاصة أنه بأيلول 2016 112 دولة وقعت على مدونة السلوك اللي هي متعلقة بالشفافية، اللي هي تعهدت الدول بأنه ما تصوت مثل ما ذكرت لك أنه بقرار بيمنع أنه إذا كان في جرائم ما تصوت بحق النقد الفيتو. إذا هذا الحشد هو مستمر، وأيضا هناك يعني تحالفات دولية مثل تحالف مبدأ مسؤولية الحماية نحن جزء منه، وأيضا تحالفات أخرى تعمل في نفس هذا الاتجاه أنه تقويض حق النقد الفيتو إلى حدود الدنيا. الآن حق النقد الفيتو هو يعني متاح، يعني حتى أنه روسيا أستاذ نور، وهذا هو الأهم، أنه أي قرار مجلس الأمن ما حتى القرارات اللي هي ما استخدمته بحقهم بيكون هناك مفاوضات. فإذا كان في فقرة شديدة على النظام السوري فهي بتقول أنا بدي هدد باستخدام حق النقد الفيتو، وبالتالي دائما بيكون في تخفيض بسقف القرارات الصادرة. وأيضا عندما ينتهك قرار مجلس الأمن ويجي بده يتخذ قرار أعلى بحق النظام السوري، أيضا روسيا إذا هناك ابتزاز. يعني فضل، هذا هو السؤال، الفاعلين في مجلس الأمن هم أصلا يعني من يقومون ب يعني السماح لهذه المجازر بأن تستمر. هل برأيك يعني الآن ضمن هذه المعطيات هل من الممكن فعلا أن يتم الضغط على يعني القوى في مجلس الأمن والخروج بهذا القرار؟ يعني ما نسبة إمكانية حصول هذا؟ أنا برأيي إنه الكارثة السورية هي قوضت وعرت مجلس الأمن بشكل كبير، ولهذا هيومن رايتس ووتش هي أخبرت هذا، وتحدثنا مرارا، يعني حتى نحن قلنا عدة مرار في انتظار مجلس الأمن وأين مجلس الأمن وما إلى ذلك، والتحالف الدولي لمبدأ مسؤولية الحماية تحدثنا عن أيضا حق النقد الفيتو، ويعني هناك عدة متابعات، لكن إنه الإنجاز فيها يكون بشكل سريع هو لن يكون بشكل سريع. هي تحتاج إلى وقت طويل وإلى مناقشات متعددة. لن ترضخ الدول يعني إنه تستغني عن هي الصلاحية الواسعة أو اللامحدة بيدها بهذه السهولة.
وخاصة أنها يعني تؤمن لها مصالح وحلفاء وتستفيد منها بشكل كبير. يعني الآن يعني العديد من الدول مستعدة أن تحالف روسيا لأنها تحمي حلفائها بخلاف كلام الدول الأخرى. نعم، أشكرك فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، كنت معنا عبر سكايب من الدولة.